وصلنا لمحطتنا الختامية. يمكن محطتنا الأخيرة بتهم كثير من السيدات وربات البيوت اللي عم يتابعونا بفصل الشتاء، يمكن مع الأمطار الغزيرة وسقوط الثلوج واللي شفنا الشتوية كانت شوي قاسية، عم نعاني من رطوبة داخل البيت، قديش هي الرطوبة فعلا فينا نتحكم فيها؟ رطوبة الجدران أحيانا بتفوتي على بيت بتشمي ريحة الرطوبة فيه، كيف فينا نعالجها؟ هالحل عند مهندسة الديكور ضيفتنا لليوم غنى الخير، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نور، صباح الخير سلمى، كيف يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا يعني وسهلا. بداية خلينا نوصف المشكلة، يعني اليوم رطوبة المنازل في ممكن يكون لها كثير أسباب، شيء لمشاكل يمكن بيكون ضمن البيت نفسه، وفي شيء له علاقة ب عوامل خارجية. عوامل خارجية، نوصف المشكلة بالبداية. هلا دائما نحن بشكل عام الرطوبة إلى عاملين، عامل اللي هو داخلي والعامل الخارجي. العامل الداخلي هو بيكون عبارة إنه اللي هي مثلا بتتكون من خلال استخدامنا اليومي للبيت، مثلا الحمامات أكثر شيء بتلاقيها بالحمامات والمطبخ. ليه؟ لأنه نحن بنكون عم نستخدم دائما مي سخنة وتسكيرة الباب أو بخار وفي باب، فهذا الشيء مع المدى البعيد إذا ما تهوى صح فهو رح يشكل عنا رطوبة. أما وطبعا كب المي أحيانا إذا ما كان الجدران موجودة في إلى هذا الحز اللي حوالين الحيط، فأحيانا بتلاقيه بيصير على المي، استخدام كثير المي بيصير بيرطب الجدران وبتعشش بالرطوبة. أما العامل الخارجي اللي هو نحن حنقول فيه اللي هي مثل ما ذكرتي نور اللي هي الأمطار والثلوج، إذا ما أحيانا بيكون الشباك أو جهة الباب أو البيت بشكل عام كتير جايب وشه المطر والثلج، فعلى المدى الطويل بده يصير فيه رطوبة إذا ما كان معزول صح خارجيا. ودائما العوامل الخارجية هي بتلاقيها أكثرها بالمناطق الساحلية او البنايات او المباني اللي قريبه من على البحر، لانه ما بتكون معزوله صح وفي مي واستهلاك كثير كبير، فاذا ما كانت معزوله من الخارج من الاساس نحن حنواجه مشكله الرطوبه الداخليه. خلينا نحكي عن الحلول، يعني قلنا في اسباب عديده منها داخليه وخارجيه، واحيانا كنا نسمع مثلا هيدا البيت مثل في جمله شهيره هي الرطوبه معششه فيه، يعني كيف فينا نتخلص منها وضمن تكاليف فينا نقول ما كثير يعني بسيطه، هي اساليب يمكن نمط حياه كمان تختلف بطريقه التعامل مع البيت، ممكن فينا نتجنب بعض هي المشاكل. هلا نحن في عنا حلول بيقولوا لك هي الحلول البسيطه يلي نحن ما نتكلف عليها، في عنا حلول طبيعية وحلول كيميائية. هلا نحن إذا بدنا نحكي على الحلول الطبيعية، في عنا ملح الخشن، في عنا الخل الأبيض، في عنا زيت شجرة الشاي. هلا الملح طريقة تعاملهم إنه نحن بالملح الخشن فيني أنا بالأماكن اللي فيها رطوبة طبطب عليها بالملح الخشن واتركها، منها هي بتمتص الرطوبة ومنها شوي بتحاول تمنع، إذا في شيء بده يطلع أو مثلا متأثر شوي بيمنع ظهوره وما له ريحة وما له خطر على الاستخدام لأهل البيت. أما بالنسبة للخل الأبيض فهو بيقتل الريحة، يعني نحن الريحة اللي دائما مثل ما ذكرتي انه نحن عم نفوت على مكان عم نلاقي الريحة سابقة البيت. فالخل الأبيض هو إذا نحن بنستخدمه بنمسح فيه مكان الرطوبة أو الجدار المرطب فهو كمان نفس الشيء على المدى الطويل رح يقتل موضوع الرطوبة والعفونة، يعني نحن بتصير بعد الرطوبة بشكل عفونة. زيت الشاي او زيت الشاي الاخضر هو كمان نفس الشيء فعاليته قويه وبتضل على المدى الطويل، نحن اي منطقه نحن محيطه فيها فنحن بنرجع بنستخدم هدول المواد يلي هي بتساعدنا ما بتاثر علينا. هلا اذا بدنا نروح على المواد الكيميائيه فهي اكثر خطوره المتعارف عليها، يلي مثلا مثل الكلور او الامونيا. الكلور هو انه نمسك يلي هي ممكن نخلطها مع مي وبنمسح فيها المكان اللي موجود فيه الرطوبه، فنحن بنتخلص من قدر الامكان او بنعالج قدر الامكان هذا الموضوع. الامونيا هي نحن دائما انا ما بفضلها لانه هي استعمالها كثير خطير خصوصا بالبيوت عند بالضبط اذا في بيوت كبار بالعمر فهو كثير اول حتى نحن كاشخاص شباب رح تتضايق من الريحه، فدائما بيحذروا من استخدامه دائما كمامات كفوف بطريقه ما انه مؤذيه. فهي الحلول، يا اما اذا في حدا عم بيجدد فدائما نحن
منلاقي حلول او انا لقيت حل يعني لنا هو صح شوي مكلف بس ما غير انه لما انت تكسري وترجعي تبني وتعملي عازل انه نحن ممكن بحل بسيط اذا الناس عم تكسي او البيت فيه مشاكل ففينا نحن من الدهان في مواد عازله نحن بنخلطها مع الدهان وبتعزل بهاي الحاله او ممكن نلتجئ انه نحن نركب لها رخام او بلاط او 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 في خيارات الموضوع او الحجر. هذا اللي كان بدي اسالك عليه انه صار في حلول انشائيه ضمن مزبوط. المنزل يعني هلا صرنا نشوف كثير بيوت بيعتمدوا مو بس كديكور هو صار كحل. خلينا نحكي عن الانواع اللي تستخدم حاليا الدهانات من انواع الدهانات او حتى انواع الحجر اللي صارت تتدخل في انواع معينه بتفيد بهذا الموضوع بتوفي بالغرض في انواع ما بتكون مفيده خلينا نقول هديك ديكور اكثر بمكان ما فيه رطوبه. مزبوط. هلا نحن انا دائما لما بشوف مشكله رطوبه دائما بحاول اعالجها خارجيا لانه اول شيء لانه هي ما بنعرف وين مصدرها. هلا احيانا تكون الرطوبه او العفونه مثلا من السقف فدائما بشوف اذا في جيران من فوق يعني عنده مشاكل صحيه بالضبط. فانا اذا قد ما انا عالجت اذا ما عالجت الاساس انا حتضل عندي المشكله مستمره. اذا كانت هي جداريه فانا بدي اشوف شو المشكله انه هو عندي الجدار بده يكون معرض كثير للماء واللي هي عوامل الجويه ساعات انا بدي اعالج من برا عالج من برا وعالج من جوا. هلا نحن حنقول اذا لنفرض انه اجاني بيت خلص هذا هو الامر الواقع وما فيني اعمل شيء هي نظام البيوت القديمه يعني دائما هي المشكله فيها بالضبط. هلا انا لقيت حل انه انا ممكن ما فوت بموضوع احيانا بيكون الرطوبه كثير كبيره فانا ممكن اعالجها بموضوع الدهان ان انا يصير تقشير وصل للبلوك. هي عم اقول لك اذا نحن بنفوت انشائيه خلص ما عاد عندنا مجال نوصل للبلوك نرجع نعزل داخليا وخارجيا ونرجع نكمل الديكور بشكل طبيعي. او في حل ثاني انه انا اخي ما بدي فوت لا بموضوع وصل للبلوك او شيء فانا ممكن اجيب حجر او بيقولوا لك انا بقول للزبون انه سيراميك ستوك انه انا ممكن صح بده ياخذ شوي من مساحه الجدار بس انه هذا حل سريع وخلص انت ضمنت انه انا بعزل مع الدهان بعزل الجدار بركب فوقه رخام او سيراميك او حجر وممكن ركب فوقه جبسون بورد عشان اذا في انه في اشخاص ما بتحب منظر الحجر او ما بتحب منظر السيراميك فانا بلاقي لهم حل انه ركب لكم جدار جبسون بورد فبصير مثله مثل الحيط ما بياثر على ولا شيء كانه حلينا المشكله من جذرها بدون ما نفوت بيقول لك مدى طويل لحل المشكله. مثل ما قلت يمكن في نظام البيوت القديمه اللي بنعاني منها ودائما احيانا بتلاقي بالبنايات في منور بالنص جنب مزبوط شيء غرفه فدائما هي الغرفه بتلاقي فيها نسبه رطوبه عاليه الدهان دائما عم ياشر. في شيء اسمه فينا نقول ورق جدران الفلين له اشكال مزبوط. مختلفه هلا بيساهم نوعا ما ولا ما كثير ممكن لفتره معينه بالضبط لفتره معينه انه بعد فتره اذا ازدادت هذا الموضوع بده يقبل رح نرجع لنفس الموضوع. فخاصه هي الاماكن المعتمه واللي ما بتصل لها شمس نحن قدر الامكان بنحاول دائما البيت نخليه مهوى يعني حتى بفصل الشتاء نحاول قدر الامكان نخليه مهوى لانه لحتى ما نعرض البيت بيقولوا لك للرطوبه او انه يكون غير ما في مكان للتنفس. فلا نحن هذا المكان يا بنعالجه صح يا اما نحن على كل فتره وفتره بدنا نرجع نجدد موضوع انه نغير الورق جدران او 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 او, أو. طيب استاذه خلينا نحكي اليوم كمان عن الانواع الجديده. هلا صرنا عم نشوف كل شيء صار في منه حلول جديده وبسيطه يعني صرنا مثل ما قلتي سيراميك صار ممكن يتغطى بطرق ثانيه لحتى يضل المنظر مثل ما بده الشخص او مثل ما بيحب. صاروا يدخلوا مواد بسيطه مثل الفلين وغيرها بمواد العزل. لاي درجه هي المواد مناسبه وايمت الاماكن يعني نقول هون درجه الرطوبه بقدر استخدم فيها الحل هون لا انا مضطر للحل الجذري. لما بتكون الرطوبه بسيطه فانا ممكن اتغاضى شوي على الموضوع انه مثل ما انه حكيتي انه نحن بالماده الفلين او اذا كان مساحه كثير كبيره فانا بتجه للحجر او يعني نقول البيوت الساحليه فينا بدنا نروح للحلول الجذريه بالضبط لانه المشكله حتضل متكرره بالضبط لانه هي منطقه ورطوبتها عاليه فانا دائما بفضل انه نحن نعزل من الخارج وبعدين نفوت للداخل. هي بالحال انه واحد خلص بده يفوت بموضوع البناء ويجدد فنحن طول ما
بقول لك نحن هلا بسبب غلاء كثير كبير، فقلت لك نحن بدنا نحاول نلاقي حلول بسيطه، فبنتجه مثلا للورق جدران، للكوست اللي اقل منه، فهي بقى بتختلف على حسب طلب صاحب البيت. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه لهي الحلول، يعني لما حدا يتوجه لعندك في اخطاء شائعه بيحلوا بطرق مختلفه، يمكن كثير من الناس ممكن تقول انه هيدا الحل بيناسبه وتشتغل عليه، خلينا نحكي عنهم هدول مشان الناس ما توقع فيهم. اللي هي مثلا احيانا مره من المرات صادفني مشكله انه الجدار مرطب، فخبرته صاحبنا انه خلص احنا لازم نقشر وكثير، يعني مو شوي كثير، فانه نحن لازم نقشر لحتى نحن نقدر نحصل على سطح او جدار صافي ومرتب وهيك. عمالي لقيت الحل، عم قال لي تعي بعد يومين. طبعا انا اجيت بعدين مركب ورق جدران، طب وهيك كيف جاي هيك عامل بابلز بالحيط؟ قلت له يعني خلص ايش بدي اقول لك، يعني هي من احدى المشاكل. بقول له لا يعني انت كثير رح تواجه المشكله بعد فتره، رح ترجع حيقبع بعد شهر، لانه انت ما عالجت المشكله، لا عرفت انا من وين جاي مصدر المي. ممكن يكون احيانا المي من السقيفه مثلا، احيانا الخزان المي ممكن يشرشر، فانا لازم لازم اعزل السطح اللي موجود عليه الخزان المي مشان انا اتفادى هذا الموضوع. ما حليته فانا حضل عندي المشكله، فما بلاقي حلول ثانيه. ففي مواقف لازم تكون في حلول جذريه للموضوع تماما. في منهم مثلا بيعالجوا المشكله انه انا خلص بدي معجن المنطقه اللي فيها رطوبه وبدهن فوق. طب ما نحن ما استفدنا شيء، نحن حنرجع، يعني انت هيك عم بتكلف حالك اكثر من ما انت تعالج المشكله من الاساس. وهي دائما المشكله بنلاقيها بالقبو المنزلي، يعني طبعا كل اغلب البيوت اللي هي نصف مثلا مشمس ونصف قبو بتلاقي فيها هي المشكله، لانه ما في مكان، ما في تشميس. فنحن دائما بننصح انه البيت لازم يتهوى، لازم، لانه اذا ما هويناه حنواجه هي المشاكل. حتى بفصل الشتاء انه نفتح بس شوي الشباك، يعني حتى للصبح الظهر باي فتره معينه، بس لحتى يتغير الجو واذا كان في موضوع رطوبه انه انت تتفاديه. فنحن دائما بنصح انه افتحوا الشباك، مثلا الاغراض اللي مثلا بيقولوا لك تهوي تهوايه الفرش البيت، الفرش الحافات، هي لازم كلها تتهوى مشان نحن نتفادى هاي القصص. اكيد. بختام حديثنا اليوم نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات. شكرا اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله نكون كمان اعطينا معلومات وحلول بتناسب كل الناس وكل المستويات. طبعا. شكرا لكم، انبسطت فيكم، وان شاء الله صباح الخير ويومكم حلو. ان شاء الله يا رب يومك حلو كمان. مهندسه الديكور الجميله يغنى الخير، شكرا لوجودك معنا حبيبتي. شكرا لكم.